لا أعتقد أن الصين سوف ترضخ للضغوط الغربية الكبيرة، على الرغم من اتخاذها لنقل الحياد السلبي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. حاليا الصين تتلقى هذه التحذيرات بكثير من الاهتمام والتأمل فيما يتعلق بمآلات هذه الحرب. لا تريد غضب أوروبا والولايات المتحدة فيما يتعلق في خط العقوبات، لكنها في النهاية لن تفرط بشراكتها الاستراتيجية مع موسكو من جهة أخرى، ولذلك فهي تنتظر بليقل بلهفة انتهاء هذه الحرب لترى مآلاتها وما يمكنها استخلاصه من هذه الحرب فيما يتعلق بعلاقاتها مع جيرانها. وكثير من التقارير الغربية تقول الآن بأن الصين ما كانت لتمنح موسكو الضوء الأخضر لنقل أو غض الطرف عما تقوم به بأوكرانيا لولا أنها أن تستخلص العبر من هذه التجربة فيما يتعلق بعلاقتها بتايوان. هناك تقارير تشير إلى أنها إذا ما نجحت روسيا فيما تريد في الحصول على ما تريده في أوكرانيا سوف تتجرأ الصين وتتحدى المجتمع الغربي أيضا، وهي بثقلها الاقتصادي قد تتسبب بأضرار عالمية أكثر من ربما من روسيا التي تعتمد فقط على الغاز والنفط. سوف تتجرأ الصين وتذهب لنقل لتنفيذ طموحاتها الخارجية واستعادة جزيرة تايوان إلى السيادة الصينية، وهذا ما سيسبب في ذلك الحين حربا عالمية. فأنت بلا شك، خاصة أن الولايات المتحدة كانت انسحبت من العديد، هي وحلفاؤها في المنطقة انسحبت من العديد في المنطقة ولا سيما الشرق الأوسط، وكانت تحذر على مدار العقد الماضي على الأقل من الخطر الصيني المتعاظم ومن تنامي الطموحات الصينية. إذا الصين لا ترى في الأزمة الأوكرانية سوى مختبر لاستكشاف نوايا الغرب وقدرته على الصمود أمام العقوبات، قدرته على الصمود والتوحد في مواجهة أي حرب على الأراضي الأوروبية، لتستخلص العبر فيما ذلك بعد ذلك وتذهب شرقا أو تذهب إلى شرق آسيا لتصفية حساباتها مع خصومها.